أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف أن سوق المزارعين البحرينيين حظيت بمكانة كبيرة لدى الزوار من داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لدعم مثل هذه المشاريع الوطنية والتي تأتي اتساقا مع رؤية قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في المملكة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، بإنشاء سوق للمزارعين البحرينيين تكون حاضنة لهم وتوفر لهم المنفذ الذي من خلاله يسوقون منتجاتهم. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة السابعة من سوق المزارعين بالحديقة النباتية بمنطقة البديع بحضور وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وعدد من المسؤولين. ها هي النسخة السابعة لمهرجان سوق المزارعين تبدأ من حيث ما انتهت به المواسم السابقة من تميز وقدرة على جذب الزوار بشكل كبير بدءا من يومه الأول، حيث اكتظت بهم ساحة حديقة البديع المخصصة لعرض المنتجات الزراعية وسط تنظيم مميز وترتيبات متكاملة. هذا السوق هو إحدى المبادرات التي تقوم بها وكالة شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. نطمح من خلال هذه المبادرة على زيادة الوعي في المجال الزراعي وزيادة الإنتاج الزراعي، لأن هذا هو موروثنا التاريخي وجزء من خطة الحكومة لدعم الأمن الغذائي في المملكة. الحقيقة أنا سعيدة بهذه المناسبة وأتطلع لها كل سنة، وأحب أشوف فرحة الناس بافتتاح سوق المزارعين. المميز السنة اللي لاحظته على مر السنوات هو أن المزارعين صاروا يجتهدون أكثر وأكثر في المنتجات اللي يقدمونها في سوق المزارعين، وصار عندهم تنافس حلو، وبتلاحظون إن شاء الله في تنوع المنتج الموجود، والبحرين فيها خير، أرض البحرين ما شاء الله تنتج خيرات. الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة المنبثقة من برنامج عمل الحكومة حرصت على دعم ركائز التنمية الزراعية في المملكة، ومن أهمها المزارع البحريني باعتباره العنصر الأساس في هذه المنظومة. لا شك هو احنا نسميه حقيقة مهرجان زراعي، هو تسويق للمنتج البحريني، جودة المنتج البحريني، هو مهرجان للعائلات، سواء أفراد وعائلات. لا شك أنه هو يمكن شيء فريد من نوعه حتى على مستوى المنطقة. دائما احنا كل سنة حقيقة نحاول نضيف شيء جديد في السوق. السنة عندنا طبعا بالإضافة إلى المزارعين، اليوم عندنا سكشن خاص للعسل المنتج في البحرين، هذا إضافة السنة. سوق المزارعين حقق جزءا من أهدافه الاستراتيجية بدعم المزارع البحريني في تسويق منتجاته التي تتميز بجودتها العالية وتدعيم قدراته على الترويج التنافسي للمنتجات الزراعية. هذه ثالث سنة أنا أزور سوق المزارعين، وما شاء الله كل سنة عن سنة يصير أحسن وأنظم وترتيب فيه أكثر، والمشاركين بعد يزيدون ونسبة الناس اللي تيجي أكثر. طبعا هذا كله فضل اللي يرجع حق المشرفين والقائمين عليه. سوق المزارعين فرصة ان احنا نعزز المنتج المحلي ونبين حق كل اللي ما يزور السوق ايش كثر عندنا هنا في البحرين من الخير، من الزراعة، من الحليب، من الاجبان، احنا بعد الصابون ومنتجات اخرى. نتمنى الكل يزور كل سبت ويشوف شنو الاشياء اللي موجودة هنا في البحرين ويفتخر فيها ويدعمها ويدعم المزارعين. برنامج المزارعين برنامج وايد حلو ما شاء الله، منفتح ويعني يعود يعني الشعب البحريني اشوفه ما شاء الله من النوع اللي ينتظره من فتره لفتره طويله، وما شاء الله خيراته يعني حلوه ومثمره. يهدف سوق المزارعين في نسخته السابعه الى تحقيق رواج للمنتج الزراعي البحريني بشكل يتناسب مع التطور المستمر لقطاع الزراعه من خلال منظومه تسويقيه متكامله اعدتها وكاله الزراعه والثروه البحريه تساعد على تحقيق طموحات وامال المزارع البحريني في استكمال مسيره عطائه في مهنته التي توارثها منذ القدم. سيرين عصفور لمركز الاخبار تلفزيون البحرين.